لا يا باشا، الأوضاع جميلة يومية. إبراهيم الولد الخيبان الصاهت، أنت شفت حد راح في تاح؟ رحنا احنا كان في تزوير وده محترمين بيشرفوا، عمال يشتمون أدبه. لكن أنا يعني متوقع ده، لأن مفيش حد زي ما أنت شايف، محدش عنده أصلا، فالصاهت هو بيعمل كده يعني. طبعا لأنه من غير ساعتين هيبقى موت خراب ديار، لأن الصاعطة هنضربه كمان. يا جماعة، هو الزمالك امبارح النهاردة ضربوا رقم قياسي لم يحدث في تاريخ الأندية من يوم ما انشأت أندية النهاردة، ولن يحدث إن الأعداد المهولة دي كلها تيجي الانتخابات. ده يعني فضل من ربنا، أعضاء محترمين ومحترمات.